السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بعد ذلك بوقت تم الإفراج عن كل الذين اعتقلوا خلال حادثة الجامعة المركزية، وعند خروجهم وجدوا بأن جماعة الإخوان التي يتزعمها الشيخ محفوظ نحناح والتي لم تشارك في أحداث الجامعة المركزية قد انتهزت فرصة غياب هؤلاء الشيوخ عن الساحة الدعوية، فقامت بالاستيلاء على المساجد في الأحياء الجامعية وكذا في الأحياء الشعبية، وأعلنت مبايعتها لتنظيم الإخوان المسلمين، وأصبحت تعرف منذ ذلك الوقت باسم جماعة الإخوان الدوليين. وأما جماعة شيخ عبد الله جاب الله التي لم تبايع فأصبح يطلق عليها اسم جماعة الإخوان المحليين. بعد أن وقعت البيعة التي وقعت نظن حوالي يمكن 84 85 في ذلك الحدود، أصبحت يعني مجموعات الإخوان مجموعة محلية ومجموعة دولية، تنظيم الدولي تاع الإخوان المسلمين. كما قام المجلس الشوري لجماعة طلب المشهورة باسم الجزأرة بتعيين الشيخ محمد السعيد أميرا للتنظيم خلفا للأستاذ محمد بوجلخة التيجاني. وكانت الجماعات الثلاثة المشهورة جماعة الإخوان الدوليين بقيادة الشيخ محفوظ نحناح، وجماعة الإخوان المحليين بقيادة الشيخ جاب الله عبد الله، وجماعة الجزأرة بقيادة الشيخ محمد السعيد، كلها جماعات تنشط في السرية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.